محشي صار رفيق الدرب للفنان بدر الطيار، وهالصديق ما هو عادي لأنه صار الدليل اللي يوصل بدر للأماكن اللي يزورها وتذكر فيها سنوات عمله في الوسط الفني. سولفنا مع محشي وعرفنا منه سر حب البدر الطيار. أول الحين على طول دي مستشفى، مستشفى سبا، مستشفى زين، مستشفى مال عين بنشينا، ودي مال سكر، مال مسرحية قيطان عربي. بس رو مني مني دوانية بس نيجي بيت ما يري ما يطلع واجد. الحين طبعا واجد ما يقدر سوق زين، ما يمشي زين. بس لازم يمسك نفرات، لازم يمسك ودي بيت مني مني. واجد أبو واجد أبو أنا أصلا بابا يحب أنا قاعد على أساس أنا عادي صدق. لا بابا زين إنسان زين، أنا على طول قاعد بابا صار صدق. بس أطلع طبيب على طول طبيب رو مال مستشفى صابا بنشينا مال عين مال سما مسرية كيتان مسرة العربي. لا بس ما في واجد، بس شوية بس ما في واجد كلام، زين إنسان زين واجد زين. أصلا أنا أحب واجد بابا.